السلام عليكم. ده اول فيديو في التوتوريال بتاعت 101 ان ايديتس جايد انتو فوتوشوب. اول جايد هيبقى للانستوليشن. هنتوجه الاول لادوبي فوتوشوب سي سي 14 اللي هو الفولدر اللي فيه الملف. بعدها هنلاقي ملف بالشكل ده. الملف ده فيه ثلاث حاجات: الادوبي سي سي اللي هو جواه الباكج اللي هسطبها، والكراك اللي انا هستخدمه عشان اخلي البرنامج اكتيفيتد فور لايف تايم، وملف اللي فيه طريقه السطاب عشان لو اي حد محتاجه، لو محتاج يقراه بس من غير ما يشوف الفيديو. اول خطوه هعملها انها توجه لادوب سي سي وتضغط دبل كليك على السيت اب، هعمل ريتراي، هو هيكمل عندي وهيحمل. هوصل بعدها للشكل ده، هختار تراي. هنا اختار تراي، مش هعمل انستول لان انا ما عنديش بيرشيزد لايسنس للبرنامج. هعمل تراي، ممكن اعمل ساين ان لو انا عندي ادوبي اي دي. لو ما عنديش ادوبي اي دي هطفي النت واختار الساين ان، وهو مش هيلاقي فيه ساين ان كونتاكتس، وهيعمل اكسبت. لو انت بتنزل البرنامج ده على جهاز 64 بت هتسيب التشيك مارك دي وتشيل دي. لو انت بتسطبه على جهاز 32 بت هي دي بس اللي هتبقى موجوده عندك. يتاكد وانت بتثبته ان ده موجود هنا، ان الفونتس هتسطب معاه. تضغط بعد كده على كلمه انستول هنا، تضغط يس عشان تديه ادمنستريشن اكسس. دلوقتي الانستليشن بتاعت البرنامج خلص، هنضغط على كلوز. مش هنفتح البرنامج، هنروح الاول ملف الكراك. هتلاقي لازم تحدد جهازك ده 64 بت ولا 32 بت. هتضغط كليك يمين على ماي بي سي او زيس بي سي وبروبرتيز، هتلاقي مكتوب هنا الجهاز بتاعك 64 ولا 32. انا بالنسبه لي انا 64 بروسيسور. نرجع تاني الملف ده، هاجي على 64، هعمل كنترول وسي لملف الدي ال ال فايل ده زي اس بي سي. اروح السي. لو جهازي 32 هدخل بروجرام فايلز اكس 86، لو جهازي 64 هروح بروجرام فايلز بس. هدخل ادوبي، هدخل ادوبي فوتوشوب سي سي 64 واعمل كنترول في، اعمل ريبليس ذا فايل ان ذا ديستنيشن فولدر واضغط كونتينيو عشان ادي بيرميشنز عشان يحط الملف كده. المفروض الملف كده، المفروض البرنامج بتاعي بقى اكتيفيتد فور لايف تايم. هاجي من المنيو بتاعتي، اجيب البرنامج تاني وافتحه. فوتوشوب سي سي 2015 بالنسبه لكم انتوا هيبقى 14. السنه البرنامج بيطول اول مره يتفتح فيها. دي الواجهه الاساسيه للبرنامج. الاول لازم اعمل اعداد بسيط في البرنامج بعد ما اشغله عشان استخدمه كمستخدم عربي، لان البرنامج معد للمستخدم الاجنبي. هختار من فايل، الاول هشيل الويلكم سكرين دي، اروح كده في الفايل في الايديت، معلش اسف، في الايديت وبريفرنسز، وهختار منها جنرال، ومن جنرال هروح للتايب واخليها ميدل ايسترن اند ساوث ايشيا. في اي جهاز تاني هتبقى ايست ايشيا، واضغط اوكي. كده ده اول فيديو كده خلص بتاع الانستليشن بتاع البرامج.